العاشرة تماما بتوقيت أسمرة، إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. الرئيس السياسي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. وزارة الزراعة تقول أن البلاد لم تشهد أضرارا بالغة جراء قزو الجراد. دعوة لرعاية أسرية سليمة للمسنين. كوبا وإيران تعززان تحالفهما في مواجهة العقوبات الأمريكية. قلق بين العلماء مع ظهور كورونا متحور عند حيوان المانكا. واشنطن تفرض عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل. مرحبا بكم. هنأ الرئيس السياسي فورقي صباح اليوم الرئيس المنتخب 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن. وقدم الرئيس السياسي فورقي في الرسالة التي بعثها التهنئة الحارة باسم شعبه وحكومة إريتريا للرئيس المنتخب جو بايدن، مؤكدا رغبة إريتريا لوجود علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بالأهداف المشتركة للسلام والاستقرار الإقليمي. أفادت وكالة إيرنا نقلا عن مكتب العلاقات العامة في وزارة الزراعة أن التقارير الواردة من مكاتب الوزارة في الأقاليم تبين السيطرة على إسراب الجراد الصحراوي الأولى التي بدأت في منتصف شهر أغسطس الماضي، وتواصل أعمال التصدي المستمر لإسراب الجراد القادمة من إثيوبيا المجاورة إلى كافة أرجاء البلاد ابتداء من أكتوبر المنصرم حتى هذه الفترة. أوضح مسؤول وحدة مراقبة الآفات المهاجرة بوزارة الزراعة سيد تيدروسيوم إبادة الجراد المهاجر والمتكاثر داخل البلاد الذي انتشر في مساحة أكثر من 30,000 هكتار، ولا زالت مهام المكافحة جارية بوتيرة سريعة بفضل التنسيق الجيد بين المؤسسات الحكومية المعنية والمواطنين. وأشار السيد حاغوس هايلي مسؤول وحدة الحماية الصحية في قسم الزراعة والأراضي بالأقليم الجنوبي إلا أن الأقاليم المتأخم الإثيوبيا المتضرر أكثر شهد تسيير أنشطة مكافحة ناجحة بفضل الاستعداد الكامل المتمثل في تقديم دورات تدريبية وحملات توعية مكثفة وصيانة أجهزة رش المبيدات وإنشاء 6 نقاط عمليات التصدي، ولازالت تلك الأنشطة الفعالة المنسقة مستمرة. وذكر السيد حاغوس بأن الأضرار التي لحقت بالمزارع في الأقاليم حتى نهاية أكتوبر المنصرم ضئيلة جدا مقارنة بالأراضي المزروعة، ولا زالت أنشطة السيطرة على الجراد تستمر بفعالية. من جهتها أفاد السيد أسرات هايلي مسؤول تنمية النباتات في الأقاليم الأوسط تسيير أعمال سيطرة ناجحة على أكثر من 6,000 هكتارات نتيجة لاستمرار غزو الجراد في الأقاليم. أوضح السيد أسرات بأن الأضرار التي لحقت في الأقاليم ضئيلة جدا، ولا زالت أعمال السيطرة على الجراد مستمرة بفعالية. وأوضحت التقارير بتأمين المحاصيل من أضرار الجراد بصفة عامة فيما تعتبر الأضرار مقارنة بالأراضي المنمات على مستوى البلاد ضئيلة جدا بفضل جمع المحصول الذي وصل مرحلة الحصاد في الوقت المناسب، فضلا للجهود المنسقة الجارية تفاديا للأضرار على المزروعات المتبقية. وتهيب وزارة الزراعة المزارعين وكافة الجهات الحكومية المعنية إنجاز عملية جمع المحاصيل بوتيرة سريعة نتيجة لاستمرار دخول الجراد إلى البلاد. قال المهنيون الصحيون إن اتباع الأسلوب العلمي لرعاية المسنين له دور إيجابي في حياة الراعي والمراعي لتدعيم القيم السمحة للرعاية الأسرية للمسنين. أوضح ممرض الصحة النفسية في مستشفى كارن مبره توكفلاي أن الرعاية الأسرية للمسنين في البلاد تعتبر إحدى قيم المجتمع، لكنه يتطلب فهم التغيرات الطبيعية التي تحدث على المسنين.
وذكر أن الإنسان بعد عمر 65 عاما تظهر عليه أعراض ضعف العضلات وحواس النظر والسمع ومختلف الإشارات العقلية التي تختلف من إنسان لآخر، مشيرا بصفة خاصة إلى ظهور مرض النسيان فقدان الذاكرة بكثرة. وقال إن منع مصاب فقدان الذاكرة من الخروج ومنعه من الحياة الاجتماعية والترفيه يضاعف المرض، ويجب التوجه سريعا إلى الطبيب النفسي لدى ظهور أعراض غير طبيعية. نظم مكتب وزارة الزراعة في أقليم شمال البحر الأحمر في مصوع يومي 3 و4 من نوفمبر ورشة عمل حول الحفظ والاستخدام الجيد للأدوية الحيوانية وأهمية الحجر لمكافحة الأمراض الحيوانية ونتائجها. أوضح خبير الحجر والأمراض التي تنتقل بالألبان واللحوم السيد وجح برهي أن الحجر والرقابة له أهمية كبيرة للسيطرة على الأمراض الوبائية للحيوانات المستوردة ومنتجات المواشي والحصول على شهادة عالمية تساعد للتصدير. وقال إن بوابات الدخول والخروج المعروفة في الأقاليم هي ميناء مصوع ومطار مصوع الدولي ومنطقة قرورة المتأخمة للحدود السودانية، موضحا بأن الحجر ومراقبة الجودة للصادر والوارد الحيواني ومنتجاته يسهمان كثيرا في رفع الإيرادات وتقليل المنصرفات المالية، داعيا المواطنين لعدم استخدام المواشي التي تدخل عشوائيا من دول الجوار ومنتجاتها وإبلاغ الجهات المعنية. وذكر مسؤول صحة الحيوانات السيد محمود حسين أن الأسلوب الجيد لحفظ واستخدام الأدوية يسهم لخلو اللحوم والألبان من الأمراض ويقلل من مخاطر المقاومة لأدوية المضادات الحيوية، مناديا المزارعين لاستخدام الأدوية المقررة بالمهنيين البيطريين. أوضح وجود 8 عيادات بيطرية في مديريات قلعلو وفرو ومصوع وقندع وشعب وأفعى بت ونقفة وقرورة، لكنها ليست كافية لسعة الأقاليم وطبيعة الترحال الرعوية واختلاط المواشي المترحلة، ويجري العمل بتجول المهنيين البيطريين إلى المناطق البعيدة عن العيادات لتقديم الخدمات البيطرية. وشددت الورشة على أهمية ترسيخ المفاهيم التي بحثتها في المزارعين والمواطنين الناشطين في المجال الزراعي والعمل على تعزيز الرقابة على الأدوية غير المعروف مصدرها وكذلك على المواشي ومنتجاتها والعمل لتوعية المجتمع عامة والمزارعين خاصة. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في أقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكي التكي في ختام الورشة أن الأدوية الحيوانية والمواشي ومنتجاتها التي تدخل البلاد بطريقة غير قانونية لها مخاطر كبيرة لكونها تدخل دون فحصها بالخبراء، داعيا جميع الشركاء التعاون مع وزارة الزراعة لوضع حد لها. أيها السيدات والسادة، هذه كانت أخبارنا المحلية. فصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، يبقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تعهدت كوبا وإيران تعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماع في هافانا عقد بين وزيري خارجية البلدين في موقف أتى قبل معرفة الرئيس الأمريكي المنتخب. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التعاون بين البلدين في كل المجالات وبخاصة في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا لن يتأثر بهذه العقوبات الأمريكية. من جانبه أكد وزير الخارجية الكوبي أن زيارة ظريف فرصة مهمة لمواصلة تعميق حوارنا السياسي الرفيع المستوى وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاونية، مشيرا إلى أن بلاده تدين الإجراءات القسرية والأحادية التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على جمهورية إيران وأنها تدافع عن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ذبح كل حيوانات المنك في البلاد التي يزيد عددها عن 15 مليونا قائلة أن نسخة محورة قد تهدد فعالية أي لقاح في المستقبل، نقلتها هذه الحيوانات إلى 12 شخصا.
وكان لهذا الإعلان تأثير قنبلة في وسائل الإعلام العالمية في مناخ يسود فيه إحباط شديد في مواجهة كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص في أقل من سنة. ويعتبر خطر انتشار كوفيد-19 من الحيوانات إلى البشر منخفضا جدا وفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في هذه المرحلة. بالإضافة إلى حيوانات المنك، تم تحديد إصابات بكوفيد-19 لدى حيوانات أخرى آكلة اللحوم خصوصا القطط، لكن أيضا لدى الكلاب والنمور والأسود في حديقة حيوانات نيويورك. وبعد إعلان الدنمارك، دعت الأكاديمية الفرنسية للطب المصابين يوم الجمعة إلى تجنب الاتصال بحيواناتهم الأليفة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل حليف حزب الله بسبب تورطه بالفساد واختلاس أموال الدولة. وضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كل أصوله في لبنان. ومن الأسباب التي أوردها البيان أن باسيل الذي تبوأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمقتربين متورط بمزاعم كبيرة بالفساد. ويعد باسيل من أكثر الأشخاص قربا من ميشيل عون الذي يعتبره بمثابة وريثه السياسي، وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية عون. أظهرت نتائج بيانات رسمية توسع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أكتوبر. وذكرت المحصلة العامة للجمارك أن الصادرات قفزت بنسبة 7.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9% من حيث القيمة. وذكرت المصلحة في بيان لها أنه في الشهور العشرة الأولى بلغ إجمالي التجارة الخارجية للسلع بالصين 3.91 تريليون دولار أمريكي. وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولعبت الشركات الخاصة دورا هاما في دفع نمو التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5% في الأشهر العشرة الأولى لتشكيل 46.2% من الإجمالي بالنسبة للبلاد وفقا لبيانات المصلحة. ختام النشرة، إلى اللقاء.